أهلا بكم في ترند. مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال وهو يحرك يده استجابة لتعليمات طبيبه بعد غيبوبة دامت 15 عام. الفيديو المتداول للوليد بن خالد بن طلال الملقب بالأمير النائم يعيد الأمل لأسرة الأمير بن طلال ومحبيه في إمكانية تحسن حالته الصحية وصحوته من غيبوبته الطويلة. حرك يدك مع النبضة، ها لما تحس بنبضة العضلة حرك يدك لفوق. أوكي حبيبي لأقصى شيء، أيوة تلاقيها سهلة معك. يلا حبيبي مع الجهاز سوا أيوة الجهاز يساعدك وأنت كمل الحركة لفوق. كويس أبو خالد، كويس حبيبي 100%. ما شاء الله عليك، أكثر أبو خالد أكثر لفوق. هاي ردي لفوق فوق فوق فوق، أيوة أيوة حبيبي فوق 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 مرة. كويس يا بطل كويس. نجح أمريكي مصاب بشلل رباعي ولا يتمتع سوى بقدر ضئيل من القدرة على الحركة والشعور بأطرافه في أن يطعم نفسه بنفسه بعد 30 عام مستخدماً عقله فقط. وكان روبرت تشلوموسكي قد تعرض لحادث مروع أثناء ممارسته لرياضة ركوب الأمواج في سن المراهقة أدى إلى إصابته بشلل رباعي، لكن في عام 2019 خضع لعملية جراحية استمرت 10 ساعات لزرع 6 أقطاب كهربائية في دماغه للتحكم في زوج من الأذرع الآلية. نجح بعدها في إطعام نفسه مستخدما أذرعا صناعية آلية يتحكم فيها بعقله من خلال أقطاب كهربائية مزروعة في دماغه. نتابع. Cut and eat food. Move right hand forward to start. Moving fork to food. Select food location. Right hand. Forward back left right. Right hand down. Moving knife to left of fork. Select cut point. Move left hand. Forward back left right. Cut food. Move left hand down. Move right hand right or back. Retracting knife. Hand right, moving food to mouth. Align food with mouth, up down left right. Eat food, move food to mouth. Moving fork away from mouth. Done, idle. استيقظ المواطنون الإيطاليون بعد احتفالات رأس السنة الجديدة على مناظر مروعة لمئات الطيور الميتة في شوارع روما، فقد أطلقت الألعاب النارية بغزارة في مدينة روما احتفالاً بالسنة الجديدة، ولكن الطيور التي أظهرتها مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تستطع تحمل هذه الاحتفالات، مما أدى إلى إصابتها بنوبات قلبية بسبب الفزع من الألعاب النارية ونفوق المئات منها. احتفلت اليابانية كاني تاناكا التي تعتبر أكبر معمرة على هذا الكوكب بعيد ميلادها 118، وستشارك تاناكا التي ولدت في 2 يناير 1903 في مسيرة تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في مايو 2021 باستخدام الكرسي المتحرك. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. في أمان الله.